الأستاذ أحمد سيف الإسلام حماد عالمة شبكة يقين، أنك تقدمت ببلاغ بما حدث في أحداث ماسبيرو. كنا عايزين نعرف من حضرتك البلاغ لمين وضد مين بالضبط؟ هو الحقيقة أن كان النهاردة الصبح يوم 17 قدمت بلاغ للسيد المدعي العام العسكري ضد الأستاذ نجيب جبرائيل والأستاذ مايكل منير والقصف والبتير والقص متياس والقص المشروح اللي هو أنطونيوس الجوارحي اللي هو تم تجريده من الرهبنة في 2007، وبعض المسؤولين بقناة الحياة المسيحية وبعض الشباب المغرر بيهم. كان الاتهام ان هم باتهمهم بتشكيل تنظيم عصابي مسلح بهدف التغرير ببعض الشباب المصريين من معتنق الديانة المسيحية بغرض إثارة فتنة طائفية، اقتحام مبنى ماسبيرو، اقتحام مبنى الإذاعة والتلفزيون، التعدي على القوى المكلفة من قوات مسلحة بتأمينها بغرض استفزاز الشباب المصريين من معتنق الديانة الإسلامية، بغرض جر البلاد لحرب أهلية، بغرض إيجاد الحاجة أو الحجة كمبرر لطلب الحماية الدولية. ده كله في إطار إن في مخطط، كل يعلم إن في مخطط لقيام دولة إبطية على الساحل البحر الأحمر في الاتجاه الجنوب الشرقي، كل ده في إطار هذا المخطط. الحقيقة قدمت البلاغ دوت. الناس دي أنا جهة خدت منك البلاغ؟ اللي خدت البلاغ وحققت معايا كان قدام المدعي العام العسكري، وبعدين في عميد حقق معايا وخد أقوالي وقدمت فيديوهات ومقالات عديدة تثبت الكلام دوت. واخد بال حضرتك؟ الناس دول ادعوا ان في كنيسة وهمية في مارينات، واخد بال حضرتك، وان في اعتداء من المسلمين وهدوها، واتضح في الاخر ان كلها اكاذيب على لسان اسقف اسوان. والحقيقه بشكره، الراجل ده هو ده راجل الدين اللي احنا محتاجينه، راجل على دينه وعلى خلق وصادق. الراجل جه في لقاء في قناه القرمه وقال لك مفيش كنيسه في مارينات، ده بيت مضيفه، وان حصل تزوير في الوحده المحليه. سمعوا معاهم اوراق رسميه وانا شفتها ورهاني. مين اللي ورا؟ يا سيد الفاضل، الوحدة المحلية اللي زورت هي اللي راحت لجنة تقصي الحقائق بتسألها إذا كان الأسقف الكنيسة أسقف أسوان، بيقول لك مفيش كنيسة. ده كل لعبة تمت عن طريق إدارة المحافظة، ما قالش لعبة، وقال لك العشم اللي بين القس اللي كان مخصصينه للمضيافة دوت مع الإدارة المحلية. أنت راح للإدارة المحلية اللي زورت الترخيص دوت وعايزه يقول لجنة تقصي الحقائق إن ده مزورها؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، حتى الترخيص المزور دوت تعدوا الحد الأقصى ليه، وبعدين لا حد من المسلمين هد ولا في حرق، والكلام ده مش كلامي، كلام الأسقف. أنا قدمت كلامه ده اللي هو منشور في جريدة الوفد وفي قناة القرمة القبطية، أي الكلام ده بنص لسانه. أما بالنسبة للأستاذ مايكل منير، عشان نكون فاهمين، قبل الأحداث ب 48 ساعة منزل مقالة في اليوم السابع بيطلب من أشقائنا المسيحيين حرق المسلمين، والكلام ده قدمته. ده جزئية، ده بالنسبة للسيد منير مايكل. السيد نجيب جبرائيل اللي هو محرضهم وكان ماشي معاهم وإيه، وبيدعي إن في دهس بالدبابات وإن في إبادة جماعية، وبطريقة مباشرة بيطلب للدخول. طب بعد تقديمك للبلاغ إيه الخطوة التانية؟ والله أنا قدمت، خدوا معايا أقوالي وقدمت أدلة إثبات، منها فيديوهات، مقاطع فيديو ومقالات صحفية وتحقيقات صحفية، وفي شهود منهم بعض المذيعين في بعض المحطات القنوات المصرية. شكرا استاذ احمد. شكرا فندم.